اروح للحاجه امة الله اللي بتقول يعني انا عندي 74 سنه، ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها، حطت فلوس من سنه 1994 لحد 2000 وحاجه يعني، ومراهم دلوقتي، وكانت مضطره لكده. فتعمل ايه في الصيام؟ ولا حاجة خالص. أولا هذا من الأمور المختلف فيها بين العلماء، هل هو من أسباب حصول الفطر ولا ليس كذلك، وضع اللبوس وكذا إلى آخره. وضع المرهم إذا كان مرهم خارجي مش مؤثر باتفاق، لكن المشكلة هو كله في إدخال ذلك في الجسد عن طريق فتحة الشرج، فده من الأمور المختلف فيها بين العلماء. وما دام هو من الامور المختلف فيها بين العلماء وحضرتك ارتكبت ذلك دون علم منك سنين طويله، ففي هذه الحاله الجواب انه لا يلزمك اي شيء، ونحاول ناخد بالنا فيما ياتي من السنين القادمه، خاصه كاني فهمت من كلام حضرتك ان العذر قد زال وقضيه البواسير دي قد ذهبت، ففي السنوات القادمه نحاول ان احنا نتجنب وضع هذه الاشياء في نهار رمضان. فيجي واحد يسألني بقى، ده كده أجبت السائلة الكريمة، يجي واحد يسألني يقول لي طيب أنت ليه ما قلتلهاش تقضي من اللي عليها؟ إذا كنت أنت بتقول إن إحنا بنفتي بإن ده مفطر. صحيح هو محل خلاف، لكن ما أنت المفروض تفتي بقناعتك. فنقول له نعم بس ده ابتداءً. لكن لما من قواعد الإفتائية التي هي من صناعة الإفتاء أن فعل العامي يحمل على قول أحد المجتهدين. العامي اللي هو مين؟ اللي مش متخصص. عمل شيء، الشيء ده يصح عند قوم ويفسد عند آخرين، يروح عند الإيه؟ أعمل له إيه؟ أيوة. تصحيح أفعال الناس وعقودهم وألفاظهم ومناكحتهم، مناكحتهم يعني عقود زواجهم. أيوة. ما أمكن. فأقول له والله شوف، إذا سألتني دلوقتي هقول لك ده مفسد، لكن انت بتسالني على اللي فات، اللي فات وانا قمت ما انتش عارف يحمل على قول المصحح. فيقولوا كده ايه؟ العلماء يقولون هكذا، يقولوا فعل العامي يحمل على قول احد المجتهدين. ويجي الشيخ بخيت المطيعي مفتي الديار المصريه الاسبق يقول وهذا محل اتفاق. الموضوع ده هذه الآليه محل اتفاق. القاعده دي محل اتفاق. اللي هو يعني تصحيح افعال العوام وحمل افعالهم واقوالهم على قول من يصححها من العلماء والمجتهدين. يعني نقلد من اجاز. نقلد من اجاز ده فيما ياتي. فيما ياتي. لكن ده انا بصحح له ما حصل. خليني اروح ل طب عشان يبقى الوضع واضح بالنسبه للحاجة اما، نقول لها ايه؟ نقول لها انت تمام التمام. فيما فات. فيما فات. ربنا يديك الصحة يا حاجة أما. مفيش بعد كده بقى إجابة مباشرة، تمام التمام. تمام يعني. تمام جدا. وما تسأليش تاني. طيب ما تسأليش في النقطة دي تاني، قصدي يا حاجة أما. وتدعي لنا معاها بقى. يا رب يا رب. نروح